ورمجالدي مكان ما يربح حكومة بالرير بربر هاي سويديان مسي شير هولدر شركة دلائر كأي بربر كان بدا با مامولي عبد الشكور سوغو عبد الله سندير ما يرى أيو سوغو تعدي شخصيا ترسانا يا سوغو ميت سوغو غارة ترسانا يا أيو قوري لك غالي لايرك مجالد وكبختي ما أنت أنا برشيد الرير بربر بقول لك أكون أبو ظلمية أو كرسي أو كفرية ومدة كده هي كل ظلمية أنت جناسي بربر كعضي بقول كيف سجاشن لا يركيو كأي لبعض يكون يشان يتومن كي بيلو وريجين لبعض يكون يسجالي يتومن كأين أي بوينت تري كدي جيان أي بور كاب صغر لو وريجتان كي ما مول كلا يركي أي لو وريجين هدي أي كبح حين كونتراج أي جلان أي قيمة هلا يركي هشيز كاسو بري بربر لبعض مشكلة دو دو وين بيا لبعض رصيد بيا واحد كوس صغر سنة يعني يكون يشان بقول دولار أما لبعض كون دولار أما كون دولار إلا وبحيانه واحد نانا يا عقل قال ماها حلبان عبد الرشيد محمد حاجي يوسف وكمد حلبان هذا قلها الدجان كي مجال هذا بربرا واحد وكان لا عبش معلمي ودم بيسيب كسر يارس الشعب كم مجال هذا سي كواسيو كعبنا يي إن شركة دلارك هسيس مجال هذا بربرا قيمة هلارك هكو كرديسي حلبانكو وعو شركة دلارك مجال هذا سي 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 يوسف وكلام ماير كم مجال هذا سي عبد الشكور عدم كويدي يي إن شعب كم مجال هذا بربرا كهيان تعدي حطلافة سيدوك لو حاو عرب كوات كي إن ماير كمجادة بربرا عبد الشكور عدل وكم دي هاي ساملي ده الشركة دلير كمجادة بربرا سيسا وحندون يأينا نمان تكاهد لو عباشادا كسو يري سيبل شيدة رير بربرا دان يرتا كو صابسان لير كا رون تيدا نوغو هران وغا هاد لايو بربرا لبا مشكلة دو دو ووين بايا لبان هورا صحافة دو غا يريو وال لير كي ينين كماير كاكا مشكلة كلو وينو بربرات هلا ما شرط الرير بربرنا ويوجي واحد دون يعين عن كوه الرير ليرك ليرك مشكلة ده أي كوه هيان شركة ده ليرك ما مشاع بالشدة الرير بربر جودة هن مدة يراي مدة كلام بدي بتي كوه هيان هل كان هدي عن قضبة كم بدا يدين كشيء waxa kamida qiimaha layrka imika waxay sii wadaan 0.49 dollar halkii unit markii ay la wareegeen maamulka layrkana dawladdi hore ee siilay waxay heshiis kula galeen in ay layrka ka dhigayaan 0.3 iyo wax ka jaban halkii unit heshiiska anagu ma aanan arag golaha deegaanka horena waan ku jiray laakiin iyaga board weyn oo ay reer berbero dhame xasuustaan warshada horteeda ku soo dhajiyay labada kun iyo shan iyo toban kibe la wareegeen labada kun iyo sagaal iyo toban ka inay 0.3 ka dhigayaan ayay boardka ku soo qoreen social media-na uu ku jira reer berberana way xasuusan yihiin la wareegitaankii maamulka layrka ay la wareegeen hadii ay ka baxeen contract ay galeen ee qiimaha layrka heshiiskaasi uu buray waxba kama jiraan weey heshiiska imika warshadana si xaaraan bay imika u maamulayaan dibaatooyinka kale ay ku hayaan waxa kamid ah tayo xumada layrka layrka berbero tayadiisu aad u liidato waxa kamida tigitaan uu layrku saacadu doono iska tagayo intuu doonana uu baxtiisnaanayo waxa kamida bulshada reer berbero iyagu ku tacadiyaya ay dhahaan nooc kamida aan anagu u malaynay inay nooc xun yihiin nooc kamida saacadaha layrka noocaas umaanu saacadda layrka kugu xidhaynaa ayay bulshada reer berbero ku torchar gareeyaan hadduu qofka iminka reer berbera saacad ka iibsado هرجيسة وعاصمة دي سومال لنا أما هو برعك سو يبصدو وما جليان قار قارة ويجو أي كوس سندوليين تكامل ده قلب كده اسمها كشقيه أي بربرة أي خصب كده قاعد تدك هنا يجو جليان تعدية ده كلا يكون هيا واحد كم ده إن مدة دي أي ليرك معمولين وهاد دير نقطة اسمه مدة 6 سنة ده أنت جناسي أي بربرة كعضي بقول كيف بس عاش الله يركي وكعب مركو قف كنت كان ير فرتو مرو حد ير يو حقا الله يريه وتشيران تلاقي ديرنا ويستعمال أيو شن بقوله دولار لو صاد العام أفر بقوله دولار بس كمان بحين كرام مهرة ده سواء إني حرامته كان عس عصوبة مجال دي كسو كردي يعني مشرو إنتي هراء مجال دي كشرتي واي حرامتي بدن كودي إنت كلنا لو قعدك وما تهجنا تعدي كلي كهيان بلشده غير بربرو حكم ده waa magaalo ganacsi shaqo badan ba ka socota baabuur ba jiidha kaabadaha layrka oo shilal ba ka dhaca kaabad layr buu baabuur ku dhacaya baabuurka way xidhayaan oo waa loo xidhayaa rasiid bay waxay ku soo goosanayaan $1500
ama laba kun oo dollar ama kun dollar inuu gaarigaasi bixiyo ilaa uu bixiyana uu xidnaanayo aqal gala ma aha kaabad 100 dollar ama 200 dollar lagu hagaajinayo lagu sameynayo inay qof muwaadina oo reer berbera ama reer Soomaaliland ay raahdan lacagta inta la ilaana looga qaado uu noo xidnaanaya waa mid ka mid ah tacadiyada ugu waaweyn ay dadka ku hayaan waxa kamida xarkaha leedhka oo iyaguna riski ku haya magaalada oo dhan oo liita maandhoodu xamarqaad ka haydeen dhamaantiin ama inta badan bulshada reer berbera iyo social media hanimka laga wada socdaaba xarka leedho sida ay isugu dhacayo gubanaya berbera dhamaan xarku way liitaan masiibadii ka dhacday suuqa waaheena waynu xasuusanahay marka magaalada berbera shirkada imika leedhka maamusha riskigaasay ku haysa oo cabsi weyn nagu haya waxa kamida shirkada leedhka maamusha maandhoodu waxa loo gudbiyay xeer laalinta gobolka saaxil lacagtii ay u qabanayeen dawladda dhexe wasaaradda maaliyadda ee rifan yuuga ee salis tagaski ayay cuneen oo intaas oo sanadood imika aanay bixinin oo bil kasta dhowr iyo toban kun oo dollar iyo dhowr iyo labaatan kun oo dollar marka xataa dawladdii dhexe mushkiladaasay ku hayaan caqabadaha ay ku hayaan waxaa ka mid ah anigu waxaan ahay xildhibaan berbera laga soo doortay ninka warshadda leydhka ee berbera maareeya kama garanayo bulshaduna ma garanayso waxay igu maqalaa inuu yahay nin ka yimi sida lay sheegay Kanada ka yimi leydhkii berbera in maanta nin Kanada ka yimi maamulo caqabadaha iyo dhibaatooyinka berbera haysta way ka mid tahay waayo qofka reer berbera ee danyarka ee raba ama in lala saayiro ama aan iskaba bixin karayn shan dollar baa leydhka berbera lagaga jaraa dadka qofka aan iska bixin karayn in leydhka ee reer berbera ee daryana xaq wuxuu leeyahay lala saayiro wixii lala saayiri karo dee qof dadkii iyo magaaladii kala garanaya hadduu maamulayo wuu la saayiri lahaa laakiin dee mushkiladu waxa weeye in aan dee garanaynba ayaa meeshii maamulaya caqabadaha haysta bay ka mid tahay soomaalidu waxay ku maahmahdaa gudini imaad goyseena barkay baa kugu jira bulshadii reer berbera ee goobta haydana dooratay waxay ugu dhacayaan arrimahani waa su-aal u baahan la isweydiiyo reer soomaalilandna badankoodu aanay ka warhayn waxay ugu dhacayaan golaha deegaanka ee lasoo doortay 13 nin bay ka kooban yihiin 13kii nin nin bay iska sii dhex doorteen maayara horena waanu sheegay ninka maayarkaaba leydhka ku dhex jiraa laakiin waxa ayaan daraa Cabdishakuur isagoo Cabdalla Sandheere maayara ayuu isagoo tacadi shakhsiyana tirsanaya isagoo mid isaga u gaara tirsanaya ayuu qori la galay leydhka magaalada uu ka baqtiyey maantana bulshada reer berbere boqolaalka kun buu dulmiyayaa oo uu kursiga uu ku fadhiyay ummadda ka dhexeeyo golaha deegaanka dhexdiisa waxaan ku weydiiyey in xansuuqa ku jirta ay sheegayso inuu ka yahay shareholder inuu leydhka berbere ka yahay way fadhiyeen 13ka golaha deegaanka way fadhiyeen weydiiyaa wuxuu ku jawaabay in aan ugu leydhka wax ku yeesho Cabdirashiid oo maxay diidayba ku jawaabay war magaaladii ma maayar baa xukuma bal reer berbera hays weydiiyaan mise shareholder shirkada leydhka ee berbera ka mid ah baa maamulaya waa wax caqliga bini'aadamku aanu qaadi karayn dee waxa maamulaya saamiley ka mid ah warshadda leydhka haddaanu Cabdishakuur shirkada leydhka sheer ka ahayn bulshada reer berbero dhan way ku xamanaysaa golahan ku dhex weydiina ha hadlo ha cadeeyo inaan wax ku lahayn dee laakiin anigu nolosheyda oo dhan leydh baan ka shaqeynayay no ilaa 2019kii baan ka shaqeynayay adeer bulshada reer berbera dan uma aha ilaa 2019kii dadka shaqeynaysa dee leydhkaagii tag oo kursigan ummadda ka dhexeeya dee u bannee conflict of interest baa la yiraahdaa waa aqoon caalami iyo adduunka oo dhan isku waafaqsan yahay halkanaan maamul waxyaabaha yaab kale berbera ka socda may 2022kii dawladda hoose ee berbera lacag 500 kun oo dollar ama half million dollar bay leydhka ku kabaysaa baa leeyahay conflict of interest macnihiisu waxa weeye qof jeebkiisa intu lacag ka soo saaro jeebkiisan kale isagu u leeyu gelinayo weeyaan macnaheedu marka imikana dadkan cabanayay waxa loogu kuleylinayaa ee loo dhibayaa
ميدي بي قاعدي لابد يكون يل صدح الله تنكي وشنتي بغلا كونه دولار بلا دونيا إيه هنتي ده أمد اللي جو بوه بيلا يركال الدونيا أنا وصاص أنا واركا حلكو هذا بوا معه هدي عن دليلي هي تريي هي مشكلة ده هلا يركي يلا حلك أنا وحن واركا لابد قدوبه كلية إن مدحوين والله يركانو مجعابو قد مدح بنانو بعدا oo aan bara saabka iyo maayka iyo dadkan dawladdu shaqeynay aan ahayn inuu u magacaabo oo caqabada berbera madaxweynuhu saddexdi jeer ugu dambeeyay uu berbera safarka ku tagay bulshada reer berbera oo dhami rag iyo dumar iyo caaqil iyo mid yar iyo mid weyn leerkaas u ma ka cabanaya in guddi loo magacaabo arinta soo baadho cabashada reer berbera ma miyey iska cabanayaan oo de cabasho beenbeena weeyaan mise waa mid xaqiiqo jir كودين تاسو عديسة ولو بهنية وأصلاً أنا وعبد الرشيدان حلك واركو قطب ككل لو بهنية وحوي لايد كان إن لجو سوء عليو كعنت الدولة ده كعنت الدولة ده سوء مالي لا ورشد الله يركض لك هاي كوت على هي مشينة ده ماشي يلا هي حركة هي كابضها هي سولر تي لجو كرديو يدنا أي هاي دنا قيمة الله يركض لك جيسو طبعا ميجاوات أو سولر هي برشد غير بربرا لوجو ايا امارات كيو دولة انجريس كو قد يقين ماذا نمان كي هوري ورشد قابا يكو هايستان انا انجرين انا حارانت كو هايستيب ايا لوغو داراي سولار كينا لوغو داراي حال كو وحاوية لايد كا ان سيد ديك ديك عانت دولة لوغو سو عليو دولة دو خوصي ايا هايدها دولة دا دحيو قبل كدقنين اي كبان حال ان انتا هاين ديني كي هايابها الشيغو gobolki maxaa uga hadlay su'aal ma Israa'iil ma jooga Hargeysa jooga arinta talaabo sharci maxaa u qaadi weydeenaa waxaan kaga jawaabay godinay imaad gooyseen barkay baa kugu jira golaha yagii rag kamida oo chairman kugu jira baa ku dhaxmila ma ku warshada marka su'aasha waxaan aaminsan aan inaan hore uga jawaabay Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكاش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بصل واحد كوش بتاع حل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتوم بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها